يحتضنوا الدار البيضاء في المعرض الدولي للدار البيضاء حدا الجمال الحسن الثاني ما نعرفوا كاملين. المعرض كيستقبل 7000 حتى 10000 فيزيتور في كل دوره. كاينين فيه دول عارضه من الولايات المتحده الامريكيه، من الامارات العربيه المتحده، من مصر، من تركيا، من المغرب، من ايطاليا، من البرتغال، من اسبانيا. المعرض غيكون ما بين 6 7 8 ديسمبر في المعرض الدولي للدار البيضاء كما قلنا. كيكون فيه ورشات كل نهار ديال التجميل، العنايه بالشعر والحلاقه. سعيده جدا بتواجد اليوم في المعرض، اكيدا والمنتجات الطبيعيه والكوسميتيك والبوتي واهتمامي بك كأي مرأة مغربيه، وخاصه انه انا في هذا الدومين يعني دخلت له مؤخرا كيف كتشوفوا دائما الناس كيتابعوا وصفاتي، وبغيت نعرف شنو مثلا الاشياء الجديده اللي او المستجدات اللي كاينه في هذا المجال. نشوف تركيبات جديده، لي فورمول جداد، لي فيش تكنيك مثلا عندهم شنو كيديروا هذه مع هذه، نعرف شنو كاين في الجديد، وخاصه انا مقبله على ماركه خاصه بي ان شاء الله. حصريا على موقعنا، هل لديك صفحه وتريد ان تروج لها؟ هل لديك مؤسسه، محل، بضاعه، خدمات، وكاله سياحيه او علامه تجاريه وتريد ان تروج لها؟ هل لديك اعلان، اشهار لسلع، الات، ماكينات تريد الترويج لها؟ هل لديك دورة تدريبية، ملتقى أو دعوة افتتاح وتريد أن توصلها لأكبر عدد من المهتمين في مجالك؟ تختار الزمن، المنطقة، المدة التي تناسبك. نحن نقترح عليك خدمة الإعلانات والإشهارات المدروسة. نحن نوفر عليك الجهد وسندرس الاستهداف بدقة لنعطيك أفضل النتائج.